يا أنسة كريمة من فضلك، أنا بقالي ساعة وربع في انتظار البي وكيل الوزارة. أنت شايف يا باشمهندس رفعت اللمبة الحمراء على باب المكتب منورة؟ يا رب تتحرق. نعم؟ أيوه تتحرق، عشان أقدر أقابله وأشوفه. أنا راجل مدير إدارة، ما يصحش ألطعون القطعة السودا دي. يا باشمهندس حضرتك قابلته أكتر من مليون مرة قبل كده. يعني إيه؟ زمن المقابلات خلاص انتهى؟ رصيد كلامي معاه خلص؟ قولي لي بقى أجيب كارت منين؟ كارت إيه يا باشمهندس؟ كارت مدة عشان اعرف اشوفه واكلمه. لو سمحت اديني فرصه اكمل كلامي وما تنطش جوه بقي. انط جوه بقك؟ هو انت عمرك جيت قبل كده واخرناك في مقابلته؟ لا طبعا. طب ايه لزوم الشبوره اللي انت عاملها دي دلوقتي؟ يا لسه انا قلبي على شغلي. طب خلي عينك على اللمبه الحمراء واول ما تدفع دخلك. طيب اما نشوف. الاسلوب ده ما ينفعش في العمل يا باشمهندس ممتاز. دي تالت مره انبهك والفت نظرك لاخطاء ما يصحش انها تصدر منك انت بالذات. ده انت مدير الاداره الهندسيه، ده غير ان اسمك ممتاز يا اخي. معاك حق يا منير بيه. ده انت طول عمرك نموذج مثالي للدقه والانضباط في العمل. ايه اللي جرالك؟ اعذرني يا منير بيه، انا في كارثه، مصيبه ما يعلم بها الا ربنا. اعوذ بالله، مصيبه؟ الله 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 الله، ايه ده انت بتعيط يا راجل؟ يا ريت نموت وارتاح. طب اهدى ممتاز وقول لي مالك، انت تعبان من ايه؟ زينة الحياة. زينة الحياة؟ الاولاد يا منير بيه، الاولاد اللي اديناهم كفاحنا وحطينا فيهم كل رصيد عمرنا، وفي الاخر طلعنا احنا خسرانين. طب صلي على النبي يا راجل وامسح دموعك، خد امسح دموعك وقول لي ايه اللي حصل. ابني الكبير فايز. ماله فايز؟ ده شاب ممتاز واخلاقه عظيمه. كان يعني ايه؟ يعني لا بقى ممتاز ولا بقت اخلاقه عظيمه. ازاي؟ فهمني. من يوم ما اتخرج من كليه العلوم وخد بكالوريوس كيمياء صناعيه بدرجه جيد، هو قاعد في البيت بقاله 3 سنين. ثلاث سنين وبتعيط؟ طب ايه رايك بقى، انا عندي بكالوريوس زراعه بدرجه جيد جدا وبقاله 5 سنين قاعد في البيت يا سيد ممتاز. ويا ريته قاعد في البيت. امال راح فين؟ في الشارع. ليه؟ انت طردته؟ وده معقول برضه؟ في اب يطرد ابنه الا اذا كان حيوان؟ حيوان قاسي القلب معدوم الرحمه. بظروفه يا اخي. ظروف مين؟ ظروف الاب اللي بتتكلم عليه. مفيش اب عاقل يطرد ولاده من البيت يا منير بيه. ايوه طبعا، دي تبقى قله عقل، بس ما هياش قسوه قلب. يلا ما علينا، قولي بقى ابنك في الشارع ليه؟ هربان من البوليس. بوليس؟ الواد من كتر الفراغ والملل اتلم على شباب اصحابه واقفين مره بالليل كده وعمالين يخمسوا في سجاره بانجو. هوبا بانجو؟ ده عمره ما شرب سيجاره، ده كان بطل الجامعه في التنس. وبعدين حصل ايه؟ دوريه الشرطه كانت معديه قبضت عليهم. يا خبر اسود. وبعدين عملت لهم محضر، والمحضر بقى قضيه. يا دي النيله. وبعدين القضيه اتحكم فيها بسنه سجن. يا دي المصيبه. وبعدين الواد جاله انهيار عصبي وطفش بالبيت. طفش؟ ايوه، خاف لو واحده تنفيذ الاحكام تيجي تقبض عليه ويرموه في السجن. يا دي الخيبه. ما تقوليش وبعدين، لان ما اعرفش عنه اي حاجه من يوم ما ساب البيت وطفش من 5 اشهر. الله يطمن قلبك. يلا ربنا يلطف. وبعد كده عايزني اشوف شغلي وابقى موظف كفء لخدمه البلد والمجتمع يا سياده وكيل الوزاره. الله يكون في عونك وفي عون كل اب عنده اولاد اليومين دول. اي والله هي وقفه الاولاد في الشوارع هينتج عنها ايه غير منحرفين ومجرمين؟ ايوه معاك حق. وفي الاخر نقول لهم بلاش ارهاب، لازم تبقوا طيبين ومؤدبين. ايوه
كلامك مظبوط. ايه يا استاذ منير؟ انت بتعيط ليه؟ لا لا ابدا. طب خد خد امسح دموعك. بتعيط ليه يا استاذ منير؟ على ابنك ابني؟ ايوه ما هو زي ابني برضه. ولقد كان محمد علي باشا أكثر من عاصره تجربة العدوان الغربي الذي مثلته الحملة الفرنسية على مصر، وأدرك دلالة ذلك الحدث الخطير بالنسبة للدولة العثمانية، كما أدرك أيضا أن ضعف هذه الدولة الإسلامية إنما يرجع إلى تخلفها وعجزها العسكري، وإن ما حدث في مصر لابد أن يتكرر فيها أو في غيرها من بلاد الدولة العثمانية، وأنه لا نجاة من المصير الذي يهددها إلا إذا تزودت بأسباب القوة التي تجعلها قادرة على الصمود في وجه التحدي الغربي. بقولك إيه؟ خدي كملي انتي لحسن، أنا دماغي بنجرت. ولا دماغي بعطرت. ليه بقى؟ مش ملاحقة أعبي فيها تاريخ ولا جغرافيا ولا لغات ولا فلسفة، مخي هيضرب ويطرشق. محدش بياخدها بالساهل يا معلمة قمر، دي ثانوية عامة. كون فعلنا ربنا يا معلمة إيمان. بقولك إيه يا قمر، ما تيجي نسك على التاريخ ونذاكر أي حاجة تانية. بقولك أنت يا إيمان، تيجي نسك على كله ونديها 2 شاي في الخمسينة تاني. ماشي، بس يكون تقيل. هعملهولك حبر. مش قوي كده، عشان نتسمم ونخلص ونرتاح. الشاي مش كفاية، استني لما نشرب سم الامتحانات. عاملين ايه يا بنات؟ الحمد لله يا طنط. طيب بقى بلاش تضيع وقت وهزار وضحك، الامتحانات قربت. طمنيني عليكي انت الاول يا ماما. ايه نحمده يا قمر. ما كانش لازم تروحي الشغل النهارده، ده انت حالتك كانت صعبه قوي امبارح. هو انا هيرتاح بالي ولا يهدى لي بالي لما اخوكي يرجع يا قمر؟ اطمني يا مامتي، ان شاء الله هيرجع لنا بالسلامه لانه وحشني قوي. البيت من غيره وحش ملوش طعم. اطمني، بقولك وحشني قوي. الله، وانا اطمن ازاي يعني؟ مادام وحشك اطمن انا؟ اطمني يا مامتي، ما هو لما يوحشني قوي ابقى انا كمان وحشته قوي، وبما اني وحشته قوي اذا مش هيقدر على بعدي وهيجي عشان يشوفني. قضيه منطقيه صادقه، مش كده يا ايمان؟ ها؟ لا بقولك ايه، اساليني في اي حاجه غير المنطق لان انا ضعيفه فيه قوي. يا خيبتك القويه، ما تقولي كلمه حلوه تطمن قلب الست. ما علينا، اخوكي ضيا نايم ولا خرج؟ خرج من بدري هو وطنط نور. طنط نور تاني؟ خرج راح فين؟ الله اعلم. هاو الفل بكام يا ريس؟ انت اسمك ايه الاول؟ زنجر يا هانم. زنجر. الله، طب وده يجي من ايه؟ اسمي كده يا هانم. عشت الاسامي يا زنجر. عشت يا هانم. قولي بقى الياسمين بكام؟ بخمسة جنيه يا هانم. طب والفل؟ بسبعة جنيه يا هانم. انت اسعارك غالية قوي كده ليه؟ اسأل بره بكام يا باشا. بكام يا ريس؟ بعشرة جنيه يا هانم. عشرة ده يا زنجر؟ انا مهندس زراعي. والختمة الشريفة بيبيعوه بره بعشرة جنيه، وفي مصر الجديدة والزمالك بيبيعوه باتناشر وخمستاشر جنيه. خمستاشر جنيه للشتلة الواحدة؟ ايوه هانم واسالي، ده احنا بنضرب. تضربوا ايه؟ الاسعار يا باشمهندس، هو في محل بيبيع ارخص مننا؟ طب والورد بكام؟ في عروه بثلاثه وفي عروه باربعه. عروه؟ ايوه طنط، هي اسمها كده. يعني ايه عروه؟
العروة دي فرع بيتقص من شجرة الورد والشتلة عشان حضرتك تعرفي الفرق بتتشال من الأرض بجدرها. وين عليك باشمهندس صحيح؟ أمال إيه يا جدع أنت فاكرني بهيس عليك ولا إيه؟ بص بقى يا زنجر. نعم يا هادي. إحنا عندنا محل وعايزين نملى المحل الورد بقى من عندك ونبقى زباين ونتعامل معاك. أنا يا استهانم والمحل فين؟ في السيدة زينب. سلام وهاشم ربنا يفتحها عليكم يا رب. آمين يا رب. دلوقتي إحنا بقى عايزين نملى ونعمر المحل كله من عندك. أنا يا هانم. يلا. وعايزين تاخدوا ايه؟ نقي انت بقى يا باشمهندس. هنقي ايه بس؟ نقي شويه ورد على فل على ياسمين على نباتات ده اللي نزوق بيهم المحل الجديد. محل؟ يس. اللي في السيده؟ يس. ماشي لنقي. بقولك يا زنجر، عندك هيدرا؟ عندي. عندك جردينيا؟ عندي كل حاجه تطلبها. خلاص نقي بقى تشكيله انت كده على ذوقك. في حدود كام؟ يعني في حدود 200 جنيه كويس. 200 جنيه ودي تبقى تشكيله يا باشمهندس. طب رايح فين بس؟ تعال. What happened؟ هي التشكيله الحلوه في حدود كام كده؟ نص باكو يا مدام. باكو؟ لا لا، نص باكو ده ايه، كتير جدا. احنا عايزين تشكيله في حدود ربع باكو بالكتير. باكو ايه يا جماعه؟ انا ما معيش باكوات، انا معايا فلوس. ما هو باكو يعني 1000 جنيه يا طنط. اوكي. لا اوكي ده ايه، كتير جدا. هوديهم فين؟ العربيه موجوده يا بيه، توصيل الباب للباب. المساله مش مساله توصيل ولا عربيه. ممكن بس ثانيه واحده يا طنط. انا بقول ناخد تشكيله في حدود 200 300 جنيه بالكتير عشان اقدر ابيعهم. هتبيعهم ان شاء الله. هبيعهم ازاي وفين بس؟ الله، ما احنا اتفقنا. اتفقنا ان انا هرصهم على الرصيف قدام باب البيت واقف ابيعهم. يس. خلاص، يبقى اخد بضاعه على قد الرصيف اللي هقف عليه. حبيبي انت مش هتحطه كله على الرصيف وتعمل ازمه في الترافيك. الله، ما حضرتك عايزين اعمل ايه؟ نو. انت هتنقي شويه قصاري زرع شكلهم حلو كده تحطهم، شويه نباتات ظل تعملهم بكومبوزيشن حلو كده تلفت نظر الرايح والجاي، ولما يخلصوا حط غيرهم. خلاص، اذا كان كده اخد 15 ولا 20 قصريه زرع بالكتير، ولما يخلصوا اجي اشتري غيرهم. نو، ده مش اسلوب بيزنس. الله، ليه؟ كل ما ناخد تشكيله اكبر ناخد ديسكاونت اكتر، بلس مصاريف النقل هتقل والمكسب هيكتر. بسم الله ما شاء الله عليك يا طنط، الله اكبر. حضرتك طلعتي استاذه في كله. بس هنحط الحاجات دي كلها فين؟ في المخزن. هو احنا عندنا مخزن؟ يس. فين؟ في السطوح. يا سلام يا طنط، فعلا كان عندك حق، المكان حقيقي بديع. بس المشكله بقى ان النباتات دي عايزه مكان مقفول. طب ومن هات لك نجار يعمل لك اوضه بالخشب والازاز. بس طنط ده هيكلف قوي. يعني هيكلف ايه؟ كلها تكاليف بسيطه. ايوه بس انا. انت ايه؟ ابيض، مفيش، ما حلتيش مليه. ولا يهمك، انا هسلفك. تسلفيني؟ ايوه هسلفك بس على شرط. يا سلام، اموري. فلوسي ترجع وعليها المكسب. من عينيا، بس يا رب نكسب. اوكي، لا هتكسب ان شاء الله. قول يا رب. يا رب. معقوله استحرم جنينه؟ ده مش هيبقى جنينه وبس، ده هيبقى جنه. لسه بس استني لما اخلص الاوضه واوضب الزرع جواها وبراها. انا هبقى اطلع ذاكر هنا انا واصحابي. واي نوت، نجيب كراسي بامبو ونحطهم بشكل حلو كده، بس لازم الاول السطوح يتنضف والكراكيب دي لازم تتشال من هنا فورا. دي كراكيب الجيران يا طنط. وماله، نقول للجيران يشيلوا الكراكيب، السطوح مش مخزن للكراكيب. فعلا يا طنط، دي بتربي فران وعرس بينزلوا يتمشوا عندنا في الشقه. او ماي جاد، في فيران بتنزل الشقه احيانا. هاو. ما تقلقيش يا طنط، كله هيتنضف. الكراكيب دي لازم تتنضف. حاضر فورا. ناو. حاضر. يلا تعالي بس انا عايزك تشوفي ايه الصوت. هاو. يا سلام، جه في وقته تمام، just in time. شيك يا فندم. امضي انا ولا لما يجي مؤجر الشاليه يمضي؟ مش حضرتك مقيم معاه؟ ايوه بس انا ضيف. اهلا وسهلا بحضرتك، ممكن تمضي وتكتب رقم الغرفه بس كده؟ قوي قوي، اتفضلي. ميرسي يا فندم. على ايه؟ لا شكرا على امضي، هو في اسهل من كده؟ احلى من العز مفيش.
تيجي نطلع السطوح نبص على مشروع ضيا. ضيا؟ احنا خلاص نسينا سراج؟ وهنعمل ايه اكتر من اللي عملناه؟ ربنا يرده بالسلامة. انا قلبي مش مطمن، انا حاسة ان ابني جراله حاجة. ربنا يلطف بيه وبينا. هي دي الكلمة اللي قدرك عليها ربنا يا منير؟ وانا بايدي ايه بس يا اوسة؟ مش انت اللي طفشته؟ وبعدين معاكي بقى؟ لا انا مش ناقص وجع قلب. والله ما حد موجوع قلبه في البيت ده غيري انا. ده ابني يا ناس، ده نايا. وهو مش ابننا كمان؟ ولما هو ابنك طردته ورميته في الشارع ليه؟ انت عايزه تنقطيني؟ كفايه بقى اللي بيا، كفايه. استنى هنا، مش كفايه، انت هتنزل معايا دلوقتي. انزل معاك اروح فين؟ نفتح المندل. مندل؟ ايوه هنفتح المندل واشوف ابني راح فين، جراله ايه. مندل ايه يا هوسه؟ ما تعالي امال. ما هو انا لو ما فتحتش المندل هتجنن بجد بقى وحموت نفسي. اتقي الله، اتقي الله، حرام عليكي. بقول لك حموت نفسي، هولع في روحي. طب خلاص خلاص، اهدي اهدي اهدي، ربنا يهديكي. مش ههدى، مش ههدى لما اشوف المندل واعرف ابني جراله ايه. يوهو، انا هطلع السطوح لوحدي. What happened؟ في ايه يا جماعة؟ تعالي يا دكتورة اسمعي. اسمع ايه؟ الست المتعلمة اللي معاها بكالوريوس تجارة عايزة تدور على ابنها في المندل. What؟ بلا وط بلا فط بلا نط، تكلمين عربي بقى بلا وجع قلب. جري ايه يا اوسة؟ بلا اوسة بلا لوسة، انا عايزة ابني دلوقتي. اهدي اهدي يا اوسة حبيبتي، ربنا يحفظه ويرجعه لنا بالسلامة. انا عندي رأي. ايه هو؟ نصلي كلنا جماعة، وبعدين نصلي ركعتين لله قضاء حاجة وندعي ربنا. يا اختي انت جاية من امريكا ولا من افغانستان؟ انت اتحدفتي علينا من انهي نصيبة؟ لم لسانك يا اوسة، عيب. ايه دي يا اوسة، املنا الوحيد دلوقتي هو ربنا. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ ده ضنايا يا ناس، ضنايا. صدقيني انا مقدرة موقفك. محدش يقدر يقدر موقفي، ده ابني يا ناس، ابني انا. سراج ابننا كلنا، وصدقيني انا حاسه بمشاعرك يا اوسه. لا يا دكتوره، مش هتحسي بمشاعري، عشان ما تعرفيش مشاعر الام ولا حرقه قلب الام على ضناها. اوسه انا حاسه ان ابني في خطر، ابني في خطر يا ناس، ابني في خطر، ابني في خطر. طب ايه بس؟ ايه دي؟ عادي عادي، هنرجع ان شاء الله، ان شاء الله.
بس ما فيش. لطيف قوي على فكرة صاحبك ده، دمه خفيف شربات قوي. قول لي يا جو، قرب شوية كده، مال ايدك منه قوي قوي يا روبيه؟ يعني يسد معانا قوي 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 يا روبيه. حلاوتك يا جوجو بيه. بقول لك ايه؟ انا؟ انت؟ انت اسمك ايه؟ سراج مني. واحدة واحدة يا روبي، ما أنا كان قلبي خفيف برضه. ودلوقتي حديد تعجبني. الإنسان لازم يبقى حسيس. حسيس يعني إيه بقى؟ يعني لازم يحسس على الكلمة قبل ما يقولها. طب والله والله ومليك علي حلفان، أنا ما قصدت أجرح شعورها بكلمة. تجرح شعورها؟ ده أنت دبحت شعورها مش جرحتيه، ده غير الإسلوب المتدني اللي كنت بتكلميها بيه. لا إله إلا الله، هو أنا قلت إيه بس؟ قلت إيه؟ واحدة بتقولك تعالي نصلي وندعي ربنا إنه يرجع لنا ابننا، تقومي تقولي لها يا أختي أنت جاية من أمريكا ولا من أفغانستان؟ اتحدفت علينا في أنهي مصيبة؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده كلام؟ مش مقهورة على ابني وزعلانة وكبدي مفطور عليه؟
وبعدين أعصابي تعبانة ومنفعلة شوية ومش داريانة بقول إيه. وبعدين أنا خلاص يعني تأسفت لها وصالحتها. إيه يعني أعمل إيه يعني أوطي على رجلها وعلى جزمتها أبوسها يعني؟ وهي ترضى؟ قصدك إيه بقى؟ لا قصدي يعني إنها إنسانة عاقلة ورقيقة وراقية. وإحنا اللي بتوع حواري وشراشيح وما يصحش أبدا إنها تعيش معانا. تقصد إيه بقى؟ بصراحة ربنا كده ومن الآخر أنا مش مرتاحة لوجودها معانا. ليه؟ أهو مش مرتاحة وخلاص. طب عايزانا أود أختي فين؟ لا توديها ولا تجيبها، هي تروح تاخد لها شقة على قد مستواها رأية زيها تعيش فيها، وهي بسم الله ما شاء الله على قلبها الدولارات قد كده. أعوذ بالله من قرك، قرك ده هتخليهم يقلبوا مصري. أنا قلت بادي أزي بدء بسم الله ما شاء الله. وأنا بقول كلام نهائي، أختي مش هتعيش غير معايا يا أوسة. طول ما أنا عايش على وش الدنيا مش ممكن حاسبها تعيش لوحدها أبدا. ولوحدها ليه؟ ما تتجوز. إيه؟ تتجوز؟ آه هو الجواز عيب؟ لا مش عيب. وهي بسم الله ما شاء الله عليها يعني. إيه تاني؟ زي الفلة، جسمها مشدود وعاملة زي البنات البكر. يا ساتر. الله، هو أنا كل ما أقول كلمة تقول يا ساتر؟ هو أنا قلت حاجة وحشة؟ لا لا أبدا، لا سمح الله. أنا قصدي يعني إنها واخدة بالها من روحها، كل يوم الصبح تقوم تلعب رياضة، تاكل ده وما تاكلش ده، تشرب ده وما تشربش ده، يعني كل حاجة عندها بحساب، مش متدهولة زي حالتنا. نعم، طب ما تعملي زيها. إيه اللي يخليكي متدهولة كده؟ عامل زيها في العيشة السودة اللي احنا عايشينها، عامل زيها. يا أخويا يا أخويا يا دولية رايقة، لا حبلت ولا ولدت ولا شالت ولا حطت ولا شالت هم. هم؟ الله يكون في عونها. هو في حد زيها شال هموم؟ هم ايه بقى؟ هم ايه؟ هم موت جوزها الاولاني، وهم طلاقها من جوزها التاني، وهم عيشتها متغربة وحيدة. خلاص الحل انها تتجوز. حل الايه؟ الحل لوحدتها. ما هو لو انت قلبك عليها وعاوزها تعيش عمرها مرتاحة. ايوه، اقوم اعمل ايه بقى؟ تشوف لها راجل يونس حياتها وتعيش تحت ظله. ظله؟ مش ده شرع ربنا؟ وانا بقى اشوف راجل لاختي علشان تعيش تحت ظله. مش انت اخوها؟ ليه؟ هي قاصر؟ ثم تعالي هنا. هو انا قادر اشوف راجل لبنتي عشان تعيش تحت ظله لما هشوف لاختي؟ شوف لي الاتنين. ايه؟ وكيل وزارة يشتغل خطبة؟ وماله؟ مفيش احسن من سترة الولاية. وبعدين انت بسم الله ما شاء الله لا عليك. استني، انا ايه بقى؟ انت وكيل وزارة قد الدنيا، وتحت ايدك موظفين ياما وكتير. تحت ايدي؟ طبعا. اقوم بقى اصدر امر كتابي عاجل النفاذ لاتنين منهم يجوا يتجوزوا بنتي واختي، واللي ما ينفذش افصله على طول. مش كده؟ الله، وما ينفذوش ليه؟ هما يطولوا يناسبوك. طب بس انت أقشر. أقشر؟ طب بس انت نامي، قلبت دماغي. صباح على خير. انت من أهل الخير. واوعي اوعي تحلمي بكوابيس. صباح الفل يا بتاع الورد. يا صباح الفل والورد والياسمين. المحل بقى شكله جميل. انا من صباحية ربنا تهد حيلي وانا عمال اوضف فيه. قصدك لما تشد حيلك. والله عندك حق يا طنط، النشاط ده فعلا متعة. بس حضرتك لابسه ونازله بدري، رايحه فين؟ رايحه امارس نشاطي انا كمان. ايه ده، فتحتي محل ورد من ورايا ولا ايه؟ لا 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 لا، اطمن، لسه ما قررتش. انا نفسك. امال بجد رايحه فين؟ عندي ميعاد مع مدير الجامعه عشان اقدم له السي في بتاعي. بجد يا طنط هتشتغلي استاذه في الجامعه؟ ايه ادعي ربنا يقبلوني يا رب. بس ده يتوقف على مجموعك. مجموعي في ايه؟ في الثانويه العامه يا دكتوره. هات الزرع ده يا بوسي، حطه هنا من عينيا، وانقل اللي هناك كمان هنا بالمره. حاضر.
شد حيلك يا ريس، بوسي مع البشمهندس. من عناية يا دكتورة، أديني من صباحية ربنا عمال أنزل وطلع في قصر زرع لما وسط انقطم. ما كله بتمنه يا عم، في إيه؟ أنا مش متفق معاك إن الطلعة بعشرة ساخ. طب والنزلة هتحسبها بكام؟ جرايا خفيف، هو في طلعة من غير نزلة احنا هننصب ولا إيه؟ ربنا يجعلك دايما فوق يا بشمهندس. أهي الدعوة دي لوحدها يستحق عليها علاوة. لا واحدة واحدة يا عمتي، مش عايزين نزود المصاريف في الأول. أما إنك تاجر بصحيح. أنا ماشي على المبدأ صاحبة الرسالة. خلاص خلي العلاوة دي عليا أنا. خد يا ريس ادي 10 جنيه. ربنا ما يحرمناش منك يا دكتورة. يا عم اديك استرزقت قبل ما نستفتح. ربنا يرزقك وافتحها في وشك يا باشمهندس. هتقعد تدعي لي زي الشحاتين عشان على كل دعوة تقبض؟ انا خدت منك حاجة. يلا يا اخويا يلا هات الزرع من فوق. عيني جرق عمتي، تديله 10 جنيه بحالهم؟ يس. هو انا لسه بعت بنكلة؟ دي بقى اسمها الحسنة المخفية، عشان ربنا يبارك لك في تجارتك يا حضرة التاجر، وان شاء الله ربنا هيعوضك قدها مليون مرة. من بقك لباب السماء طنط يا رب. ادي يا رب. انا متأسف قوي يا دكتورة، تأخرت عليك، اصلي جالي تليفون وانا نازل. Don't worry. الله اكبر، ايه ده ايه ده، ايه الحلاوة دي يا باشمهندس ضية؟ ايه رأي حضرتك بقى؟ لا بسم الله ما شاء الله، بس انا خايف. خايف من ايه؟ لما ارجع اغلط في بيتنا. الله. ليه؟ اصل مدخل البيت بقى هايل وجميل. ايه ده، ورد وخضره وحاجه حلوه. طب قول الحمد لله، مش هتنفعنا بقى؟ ماشي. ها عود الورد البلدي ده بكام؟ عشان خاطرك نمشيها بستة جنيه. الله اكبر، ده انت مشمع الفتل على الاخر يا انا. ليه كده؟ ده في اي حته باربعة جنيه. اربعة جنيه ده يا استاذ، ما تشوف المهندسين ولا في مصر الجديده بيتباعوا بكام يا ولدي؟ احنا في السيده زينب. يبقى بتمانية جنيه. ليه بقى؟ عشان خاطر مامي ست الطاهره. لا كده كده غلبتني تمام، كده ما يتقدرش بتمن. اتفضل خد. لا المية مش بتاعتك. خد 20 جنيه اهو. يا بركه الله. يلا بالمره طلع لي نبات الدل الحلو ده عشان ازين بيه الاوضه، وادي 20 جنيه. وعليا النعمه استفتاحكم عسل، احمدك يا رب. يلا خد. كم اتقصرت الزرع دي يا اخويا؟ من غير فلوس، نقل اللي انت عايزاه يا هانم وحساب وصل. كلك ذوق يا اخويا. يلا بقى نشوف شغلنا احنا كمان. ربنا يخليكي لينا يا اختي يا حلوه. جميله، اتفضلي. خبر اسود، هو ربيع الرورو تاجر مخدرات؟ يا ابني قلت لك مش مخدرات. امال الحبوب ايه دي اللي عايزنا نوزعها له جوه الجامعه؟ ادويه، عقاقير. عقاقير مخدرة؟ اطلاقا، بعضها مخدرة وبعضها منبهة واخر نشاطهم قوية. عقاقير يا اخي، عقاقير دواء. بس دواء محظور تناوله، ممنوع بامر القانون اللي انا وانت بندرسه. بندرسه عشان نعرف نفلت من سخافاته. وفي حد في الدنيا بيحب القانون؟ يا ابني القانون ده سكين على رقاب الناس. الناس المنحرفين طبعا. ما هو لو ما كانش فيه قانون ما كانوش انحرفوا. يا سلام، كانوا انحرفوا عن ايه؟ لا يا عم انا ماليش في السكه دي. خلاص ارجع بقى لابوك واستحمل ذله وقرفه. لا مستحيل ارجع تاني بعد ما تهانت كرامتي واتبعزقت. عشان بتمد ايدك وتقول له هات. يا ابني يا ابني لا كرامه المحتاج. معاك حق. اه ولا حريه لمن لا يملك قوت يوم. تعج يا ابني، اديك جبت الخلاصه. خد لك بقى نفس من السيجاره دي. ما انت عارف ان انا ما بدخنش. بس دي ما فيهاش دخان. هيكون فيها ايه يعني؟ دي فيها سم. سم؟ اه سم، سم من اللي بيقتل مليون خليه في المخ مع كل نفس. ومين اللي قال لك ان انا عايز اقتل مخي؟ بص يا ابني، عشان تعرف تعيش مرتاح وسعيد في الدنيا دي لازم تدمر وتقتل حاجتين. ايه هم؟ مخك وقلبك. يا حلاوتك. لازم مخك يبقى مهلبيه. مهلبيه؟ عشان يبقى حلو. طب وقلبي؟ قلبك بقى لازم يكون حديد عشان يوجع ولا يتوجعش. ياه ده انت شطان يا جوجو. عايز تعيش في العز خليك مع الشيطان يا ابني الابلسة. والله انا ابتديت اقلق منك يا جوجو. حلو، ونخاف سلم. سلم من ايه؟ من اللي بيخوفه. طول ما احنا اصحاب وحبايب هنبقى حلوين ومحدش هيخاف من التاني. تقصد ايه؟ انا كشفت لك سرنا، يعني لازم تبقى مننا. لازم؟ استمرتك خلاص اتمضت. واتمضت من مين بقى؟ من ربيع الرورو. انا ما مضيتش حاجة مع حد. كفاية امضته. يعني ايه؟ يعني تقول امين عشان تتقي شره. شره؟ وما ادراك من شره، وحش قوي ده. تهديد بقى. ما تاخدهاش بحساسية كده، خدها ايزي يا ابني. انا لولا بحبك ما كنتش اخترتك معانا. وانتوا مين بقى؟ انا وانت حقوق، وشوشو برلانتي اداب. آه. وفي كمان واحدة في كلية الزراعة
واحدة في العلوم. ومين بقى مدير مكتب التنسيق؟ ربيع الرورو؟ الرورو ده يا ابني أستاذ مساعد وفوق رئيس قسم وفوقهم عميد. ده أنت مش شيطانه بس، ده أنت إبليس شخصية. وماله؟ عايز تهيس؟ العب مع إبليس. لا يا عم، أنا مليش في السكة دي. يعني الحق عليا إني فتحت لك قلبي وقويتك وأنت مطرود زي الكلب من بيت أبوك؟ أنت قلبك أسود وسكته ضلمة، وأنا سراج، سراج منير، ما ينفعكش. أنت مش قلت لي مستعد تعمل أي حاجة، تجيب فلوس؟ أي حاجة اللي دي يا عم، أنت عايز توديني في داهية؟ طب غرفة 60 داهية، إياك توريني وشك تاني. هو أنا يعني اللي عايز أشوف وشك؟ ده أنت واد نتن. طب ادفع بقى اللي صرفته عليك يا معفن. يبقى ايده على حساب العميد يا مجرمين يا سفلة. طب غور من وشي يلا. قبل ما انده بتوع الأمن يرموك برا الأوتيل يا زبالة. طب ناولني مفتاح الأوضة غير هدومي. مالكش عندي هدوم. اخرج زي ما انت كده يا جربوع. اخرج كده ازاي؟ انت جننت؟ بقول لك غور من وشي لقتلك. تعملها؟ ما انت مجرم. غور من وشي. تفو. أنا الدكتورة نور شمس، عندي ميعاد مع عميد الجامعة. اتفضلي يا دكتورة. أهلا وسهلا. الحمد لله يا دكتورة، شباب مصر بخير، ونسبة الانحرافات عندنا أقل بكتير بالقياس لنسبة الانحرافات بين الشباب الأمريكي. Yes I know، بس شعور الشباب بالسخط وعدم التكيف مع المجتمع خصوصا في ظل التطورات والتغيرات العلمية السريعة، كل ده وقود للتطرف والانحراف. والله يا دكتورة احنا ما يقلقناش إلا التطرف الديني، وده لأنه أعمى بيلطش في الكل. ما هو ده لعدم فهم الشباب للدين والعجز السياسة عن تحقيق العدالة بين الناس. ده لأن الناس كتروا يا دكتورة وكلهم نازلين ظلم ببعض، والسياسة مظلومة، هتجيب منين عدل يكفيهم؟ علشان كده لازم نهتم بالعلاج السلوكي للمجتمع وللشباب بصفة خاصة. ياريت. وإيه بقى خطتك في العلاج؟ خطتي أنا موضحها في رسالة الدكتورة بتاعتي اللي مقدماها لسيادتك، اللي حيكون لي الشرف لو اطلعت عليها وادتني فرصة أدرسها لطلبة قسم الاجتماع في كلية الأداب. أوي أوي، أنا حالا هحولها لعميد كلية الأداب يشكل لجنة من الأساتذة يدرسوها ويقولونا رأيهم فيها. Thank you. دكتور أنا شايف في السي في بتاعك إنك كنت بتشتغلي في مجال رعاية وعلاج الشباب المنحرفين في لوس أنجلوس. أنا كنت الأسيستنت مانجر للبروفيسور جون ميسون. ده من أكبر الأطباء النفسيين في أمريكا. يس، وصاحب أكبر دار علاجية للشباب المنحرفين. لا بقى، ده احنا لازم نعينك في الجامعة حالا. I hope. أنا هعمل لك عقد مبدئيا ب 600 جنيه في الشهر. 600 جنيه؟ طبعا، عشان نستفيد بخبراتك العظيمة. 600 جنيه يعني 100 دولار تقريبا. 100 دولار في الشهر؟ اي هاو، دي إهانة. نعم إهانة. يس، انا كنت باخد 1500 دولار every month. وايه بقى اللي جابك هنا؟ Thank you.
أي خدمة؟ من فضلك أنا كنت عايز أبيع الساعة. أنت جايب الساعة الدهب دي منين؟ دي بتاعتي. أوعى تكون سارقها. وأنا شكلي باين عليه حرامي ولا إيه؟ لا العفو، شكلك شيك خالص. وحضرتك يعني بتترقك مني لابس شورت وفانيلا وشبشب؟ أنا جاي من نادي. وأنت بقى عضو في نادي إيه؟ نادي المعلمين. نادي المعلمين، والمعلم بتاعك هو اللي اداك الساعة دي عشان تبيعها؟ معلم يا أستاذ، أنا طالب في كلية الحقوق. فين بطاقتك الشخصية؟ نسيتها في البيت. يا شريف. أيوة أنا جيب بيت. امسك الواد الحرامي ده لغاية ما أطلب له البوليس. أنا مش حرامي، أوعى سيبني. ما تكلمش معانا أحسن لك. أنا أبويا وكيل وزارة، فاهم يعني إيه وكيل وزارة؟ ابقى قول الكلام ده للبوليس في الاسم يا حبيبي. يا جماعة صدقوني أنا مش حرامي، والله العظيم أبويا وكيل وزارة، وكيل وزارة.